السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عبد الله من شركة بروج العقارية. اليوم راح نتكلم عن عرض مميز ورخيص جدا بناء على طلب المتابعين، شقة دبلوكس في منطقة بيلقدوزو بمساحة 160 متر مربع في المبنى اللي شايفينه أنتم الآن خلفي. تعالوا مع بعض نشوف الشقة من الداخل. بروج العقارية، جمال الدار وأمان الاستثمار. وصلنا معاكم إلى الشقة. طبعا أول ما راح ندخل من باب الشقة على يدنا اليمين موجود غرفة الجلوس بمساحة جدا ممتازة، تقريبا 5x4 بديكورات جبسية رائعة وإضاءة ممتازة جدا. بعد ذلك راح ننتقل إلى المطبخ التابع للشقة، المطبخ بمساحة أيضا رائعة، الدواليب تسلم بنفس هذه الطريقة بألوان جدا رائعة. بعدها ننتقل إلى بقية الغرف. طبعا هنا عندنا اللي هو دولاب التخزين، هنا عندنا الغرفة الأولى في الدور الأول، مساحة جيدة لا بأس فيها. وعندنا الغرفة الثانية بمساحة تقريبا 3 متر في 4 متر. وأخيرا عندنا دورة المياه التابعة للشقة في الدور الأرضي، أيضا ديكورات جميلة جدا وألوان متناسقة. تعالوا مع بعض نكمل الدور الثاني للشقة. طبعا الشقة هي عبارة عن الدور الرابع والدور الخامس. طبعا هنا عندنا غرفة بمساحة تقريبا 4 متر في 3 متر في القسم العلوي للشقة، وعندنا مكان تعتبر غرفة جلوس أو صالون آخر مع مطبخ مفتوح، مطبخ أمريكي، ودورة مياه تابعة للدور الثاني. طبعا الشقة مزودة بنظام التدفئة بالغاز الطبيعي، وأخيرا موجود عندنا التراس التابع للشقة بإطلالة مفتوحة جميلة جدا على منطقة كافاكلي في بيلقدوزو. في نهاية الفيديو أتمنى تكون الشقة نالت على إعجابكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة المقطع مع الأهل والأصدقاء. السعر والتفاصيل تجدونه في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ودمتم في أمان الله.